بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أخوكم بالله محمد الويمي aka ليو، وهذه حلقة خاصة بعطيكم فيها نصائح وين تروحون وين تجون وكيف تبدؤون في ألعاب الزومبي. وسع صدرك وريح على جنب وخلنا نبدأ في هالفيديو التعليمي. الزومبي عبارة عن لعبة بقاء، بمعنى ثاني ما لها هدف. تقدر انت تحدد هدف شخصي تبي تحققه في الزومبي عشان تعطي لعبك نتيجة تحتاج الى تحقيقها، من تبي توصل للجولة 20 الى انك تطور سلاح معين الى ان تشوف الى وين ممكن توصل بدون ما تموت. معاي ما راح تموت ان شاء الله، بينما انت تتسلح بالعزيمة. خلني اسهلحك بالمعرفة. طبعا اول ما تبدأ الزومبي بتكون حافي منتف، لازم تبني نفسك. لحسن الحظ ان حتى الزومبي ما فيهم حيل وقوة، فتقدر تتقلب عليهم بسهولة. لازم تعتني بنفسك قبل ما تهتم بفريقك. العمي ما يقدر يمسك يد عمي اخر ويدلي الطريق، لازم القوي يساعد الضعيف. اهدف في البداية انك تشتري جاجرنوت بعد ما ترجع الطاقة. الزومبي يضربونك ضربتين وانت ميت، ولكن بهالشراب الزومبي يضربونك 5 ضربات علشان يطيحونك. هدف اللعبة البقاء، واذا تبي تعيش لبكرة لازم ترفع طاقتك. طيب ممكن تسألني، بس ليو خير وسيلة للدفاع الهجوم، لازم نروح للكرتون اول وناخذ سلاح قوي. السلاح طبعا مهم جدا، ما تقدر تسوي شيء بدون سلاح قوي، بس الكرتون بيخسر فلوسك، ممكن تصرف الكثير من المصاري وما يعطيك سلاح زي الناس. لذلك في البداية زي ما قلت لك الزومبي مساكين يموتون بسهولة. تقريبا اي سلاح من الجدار بيعيشك لفترة طويلة، واذا كنت جيد ممكن يعيشك لجولة 15 واكثر. بعد ما اخذت مشروب الحياة الاضافية جاجرنات ولقيت سلاح ممكن تسميه صديقك، جا دور انك تشوف استراتيجية تتبعها مع الزومبي. انا عندي لك 3 اساليب ممكن تعملها في الزومبي: تخييم، تخييط، وتفحيط. تخييم هي اسهل اسلوب تتبعه، ممكن تسويه بنفسك، بس احسن انه يكون عندك ناس معاك عشان تسويها. هالاسلوب يعتمد على ان كل واحد من اعضاء الفريق يمسك ممر او طريق يطلعون منه الزومبي، ويصير العن من حارس المراكز التجارية في الرياض، ما يخلي احد يمر من الطريق اللي يحرسه بكل ما اوتي من قوة. شوف لك غرفة تعرف من وين الزومبي يطلعون فيها. بعطيك مثال، في شينغراي انا وفريقي اخترنا هالغرفة ذي. في هالغرفة ذي فيها 3 اماكن الزومبي ممكن يطلعون منها: هالممر ذا، هالدريشة، وهالفتحة ذي اللي في الصخور. كل واحد يمسك له فتحة ويحرسها، واذا سويت هذي عدلة ممكن انك توصل لجولات بعيدة جدا وانت بس مخيم في هالمكان ذا. إيجابيات التخييم إنك ما تحتاج إنك تخاف أحد يجي من وراك، فبيكون هناك أشياء أقل للتركيز فيها. إذا بتسويها بنفسك خلها في مكان أقل عدد ممكن للزومبي للدخول، وأحرس الفتحات بسلاح قوي. سلبيات هالطريقة إنه إذا فريقك مات ممكن تنتكب بسهولة، لأنك كنت مرخي ومركز على فتحة واحدة، فجأة يبيلك تركز على 4 فتحات، فهذا الشيء مو حماس. التخييط هذا ثاني اسهل طريقة ممكن تعملها، بس يبي لك احتراف شوي، وانك تعرف الخريطة. يعني ممكن بتضطر انك تلعب الخريطة اكثر من مرة قبل ما تقدر تسوي هالاسلوب. باختصار شو تسوي؟ انها تدور حال الخريطة وتخلي الزومبي يلحقونك. عندما تكون في مكان واسع التفت وطلق عليهم الين ما يقربون لك، وتبدأ تنحاش من جديد. الحلو في هالاسلوب انك تقدر تشغل افخاخ في الطريق، وغير انك ممكن تشتري سلاح من الجدار. سلبيات انه ممكن تعرقل في مكان بسبب طاولة ولا بيب في الطريق وتنتكب وتموت. And everybody gonna be sad للأسف. التفحيط وهذا الاسلوب المفضل عندي. بكل بساطة يدور لك مكان كبير وترتاح له، ان كان في شيء في النص او لا ما يهم. انتظر الزومبي يجوك فيه، لا جو الزومبي خذ لك كم لفة عليهم وفحط. هالحركة ذي إذا سويتها عدل بيكدسهم مع بعض ويخليهم كأنهم في حوش غنم. الإيجابيات لهالطريقة إنك تقسم الزومبي إلى فريقك، فما في ثقل كبير على كل عضو،
وإذا واحد طاح تقدر تروح له وتحييه بسهولة بعد ما تتخلص من قطيعك. الشيء الثاني إنك تقدر تصير بخيل برصاصك وتوفر الكثير، ممكن تقتل مجموعة من الزومبي بأقل عدد من الطلقات، لكن أعظم سلبية لهالطريقة إنه يبيلك تركيز كبير، أي شيء يشتت تركيزك بيكون سبب لموتك. فإذا نزل تقوية لا تاخذه إلا إذا كان في طريقك. لا تخاف، التقوية ما راح تختفي بهالبساطة، وإذا اختفت شنو أهم؟ حياتك ولا إنك تسمع الصوت الشرير اللي أخذت التقوية؟ الآن بعد ما تعلمت الطرق تقتيل الزومبي، جمع نقاط وقوي لك سلاح علشان يمتيك تقتلهم بسرعة. تذكر إذا أحد أفراد فريقك طاح، شوف إذا المكان آمن. إذا ما تقدر لا تطيح نفسك، وإذا عندك قنبلة قرد ولا أي شيء ممكن يطير الزومبي استخدمه قبل الإحياء. حاليا أبي أنهي نصائحي هنا، في الكثير من الأشياء ممكن أقولها لكم، مثلا شنو أحسن سلاح من الجدار، مناطق اللي تقدر تخيم أو تفحط فيها، شنو أحسن طريقة ممكن تخيط الخريطة فيها، بس علمتكم الأساسيات. الأشياء الباقية ممكن إنكم أنتوا تبتكرونها. بس لا تنزون، الزومبي تعتمد كثيرا على التركيز، فلا تدق خبر إذا ما تقدر توصل لجولات بعيدة. اللعبة ما لها هدف أساسا إلا أنك تتونس وتمضي وقت مع أصحابك. أتمنى أنكم استفدتوا من هالفيديو التعليمي ويكون سبب لأن تكونوا لاعبي زومبي أفضل. بكون شاكرا جدا لأي دعم تقدمونه من فيبريت سبسكرايب وردود. خلوني أعرف إذا تبون أتكلم بتفاصيل أكبر عن الزومبي بفيديو تعليمي ثاني. شكرا لاستماعكم لي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معني الشباب اوائل تسليحهم عشرية، لا تدعوا احدا منهم يخش. معني الشباب اوائل بس، اوائل بس، اوائل بس.